طب انا لو مثلا زي ما كنا بنقول الدواء موجود في ورق مخطط، ده كده بيسموه فوتو سنسيتيف، يعني ده ما ينفعش اتعرض له ضوء، فده يتحط في مكان عطب. دي الحاجات الخاطئه. نعمل ايه بقى؟ يعني يحفظوا الادويه فين؟ الدواء محتاج يتحفظ في درج يكون جاف، في غرفه جيده التهويه، ولو كان فيها تكييف باستمرار ده هيبقى احسن، او لو كانت في مكان بيدخله هواء جيد. فده ده كل انواع الادويه يا دكتور؟ يعني مضادات حيويه، مسكنات، اي حاجه، الادويه اللي بتحفظ في درجه حراره الغرفه بيسموها. طيب عظيم. بما اننا دلوقتي يا دكتور بنتكلم زي ما هدير بتقول على انواع الادويه، في ادويه طبعا بالتاكيد ما ينفعش ان احنا نستخدمها نهائي بعد انتهاء فتره الصلاحيه بتاعتها، زي الادويه بتاعه السكر وادويه السرطان والامراض دي، يعني دي اعتقد ان هي بتبقى مستحيل ان احنا نستخدمها. لكن في بعض الاوقات في ناس بتقول عادي لو اخذنا ادويه للمسكنات، مسكنات الالام والحاجات للصداع، هل ده صح؟ طب خلينا نقول قاعده عامه كده، الدواء خلصت صلاحيته ما استخدمش. تمام. في طبعا ناس كتير وفي المتخصصين ان في دراسات على بعض الانواع ان بعد ما بتنتهي الصلاحيه هي بس ممكن الفعاليه تقل بدرجه بسيطه فينفع نستخدمه، بس ده دايما في شروط الحفظ الجيده. يعني في دراسه كانت في الجيش الامريكي في فكره مد صلاحيه الادويه مع حسن الحفظ ودرجه الرطوبه. وهم بيحفظوا الدواء من غير ما يستخدم، لسه ما اتفتحش، فدرجه الحراره ما بتتغيرش والرطوبه ما بتتغيرش، فيطولوا الصلاحيه بتاعته. بس هل احنا بنعمل كده؟ هل احنا ضامنين ان درجه الحراره بتاعه الدواء ما عليتش؟ هل احنا ضامنين انه ما تعرضش للشمس، ما تعرضش للرطوبه؟ فالاحسن والامن ان انا ارجعه. دي ابسط حاجه. نقطه مهمه قوي يا دكتور، مساله انه احنا بنستخدم الدواء بعد ما بيخلص اعتقادا مننا على انه احنا دايما يعني كنا بنسمع كده من واحنا صغيرين انه ممكن بعض الادويه يتم استخدامها بعد تاريخ انتهاء تاريخ الصلاحيه. 6 شهور زي ما قلت. مش انا اللي كنت بقول، والدتي كانت بتقولي 6 شهور. فلكن مساله التخزين اللي حضرتك اشرت اليها وانه ده كان بيحصل قبل كده مع الحفاظ على شروط ومعايير دقيقه جدا في التخزين، يعني ما ننفعش احنا كافراد نعمل ده.